عمر. عمر لعند لاعب ريمي. ريمي زراف واحد. كرة طويلة في اتجاه أنيبة ولكن تتفرج للشرطة. إذن بعد مرور 10 دقائق لا زالت النتيجة بيضاء 0-0 بين الطرفين. حتى الآن ما كاينش خطورة واضحة لهذا الطرف أو ذاك. غال من الجهة اليسرى اش غادي يعمل مامادو ديالو قداف. تدخل ديال الحارس توتيا. كان هذا مجهود كبير ديال مامادو ديالو. وراء الكرة كل من مصطفى واللاعب عمر. مسدات مشات دائرية بعيدة. هناك مدافع قسام اللي كيعطي الكرة. حد الزملاء كدارو كتشعل مع العلوي. العلوي دخل المعترك اش غادي يعمل. غادي قداف. كتمشي جانبية. هذه أول فرصة حقيقية في المقابلة. لحظة تمريرة جميلة ديال اللاعب إبدوشو اتجاه العلوي اللي تخلص من جوج المدافعين وكيقدف والقدفة ديالو ما مشاتش بعيد على المرمى ديال الحارس فؤاد. الخطأ لفائدة فريق الكوكب. القدفة مشات بعيدة. دائما اللاعب عمر. عمر نفاذ ضربة رأسية ديال اللاعب العلوي كتمشي عالية على المرمى. لاعب جلال كيتوغل كرة جميلة مشى غيدخل منطقة الجزاء. غادي يعمل. غادي يخرج لحسن الحظ الكرة. عمر نفاد الضربة الرأسية ديال اللاعب أستاذ كتمشي عالية على المرمى ديال الحارس فؤاد. هنا 5.50 تتنفذ بسرعة. ريمي ترجع كرة لوراء عند الراف واحد. كاين خطأ. أي هذا خطأ فادح والهدف. خطأ فادح مشترك ما بين اللاعب ريمي والحارس توتيا وزراف واحد. وكيستغل اللاعب بودري الجليل الفرصة ليوقع الهدف الأول. إذا 1-0 لفائدة فريق الكوكب المراكشي. وهذه هي الإعادة. ريمي كيرجع الكرة لعند اللاعب زراف واحد. وتدخل خاطئ ديال الحارس توتيا. كيستغلوا اللاعب بودريس جليل لوقع الهدف الأول لفائدة فريق الكوكب المراكشي. إذا 1-0 لفائدة فريق الكوكب أمام الرجاء البيضاوي. كرة فريق الكوكب المراكشي. إذا سيداتي سادتي إلى هنا تنتهي الجولة الأولى من هذه المقابلة بفوز فريق الكوكب المراكشي بإصابة 1-0. إلى اللقاء عند بداية الجولة الثانية 44. كان هذا خطأ فقط في العداد. إذا معذرة. انطلقت المقابلة. الكرة عند فريق الكوكب المراكشي كتمشي عند اللاعب الحبيب قسام. قسام في اتجاه الوسط تمشي عند الغزواني. الغزواني سعد الدين والحاج. استهداف كرة في اتجاه بوكر طور. تدخل اللاعب عمر كينفذ كرة جميلة. وهدف تعادل. هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. هدف التعادل. إذن إصابة داخل كل شبكة بين الطرفين. هدف كيجي في الدقيقة 4 من تلقى الجولة الثانية. عبد الرحيم عمر من جديد. عمر مشى طرف الجهة اليمنى. غادي تكرة جميلة. عبد الرحيم خرج. هذه من أحسن الفرص اللي تحت فريق الرجاء خلال هذه الجولة. واللي كيضيع هو اللاعب أستاذ كما قلت سابقا
كل من عبد الرحيم واللاعب عمر تيخلقوا متاعب كثيرة لخط دفاع فريق الكوكب مراكشي. اللاعب عبد الرحيم اللي نزل الكرة في طابق من ذهب للاعب أستاذ كما كيتضح من خلال هذا الإعادة، لكن خطفة أستاذ تذهب عاليا عن مرمى الحارس فؤاد حارس مرمى فريق الكوكب المراكشي. نبا كرة دائرية المعترك هشام الدميعي دالي كرة اللاعب عمر غادي يعمل غادي يقدر دائما كرة عند الدوري مامادو ديالو غيقداف بدون خطورة على مرمى الحارس السوسي. إذن في هذه الأثناء سيداتي وسادتي الحكم الجميل حميد يعلن عن نهاية الوقت القانوني من المقابلة بنتيجة التعادل إصابة داخل كل شبكة. زوج الواحد لحد الآن لفائدة فريق الكوكب. ولا يقدر الآن هو اللاعب الشاب مصدق عنصر صغير السن ما تتجاوز السن ديال 20 سنة، ورغم ذلك أقحمه المدرب محمد مدرب فريق الرجاء في مقابلة نصف النهاية الدقائق الأخيرة ونفس الشيء وقع له في مقابلة ديال اليوم ضد فريق الكوكب. إذا مصدق يستعيد يقدر بهدوء كبير وكيوقع هدف تعادل. إذا هدفان لمثلهما. هذا اللاعب رازق. رازق يستعد. الحكم عطى الانطلاقة رازق غادي يقداف زال. إذا 3-2 لفائدة فريق الكوكب المراكشي. ففي ضربة الجزاء كل شيء ممكن. وضربة جزاء تتطلب على الخصوص التركيز دون أن ننسى طبعا عامل الحظ اللي يمكن يلعب الدور ديالو في أي لحظة. اللي غادي يقلب الآن هو اللاعب عنيبة هداف وسجل. إذا التعادل 3-3. اتجه الآن منطقة الجزاء اللاعب حديوة اللاعب السابق في صفوف الاتحاد الرياضي القاسمي والاتحاد الرياضي للشرطة والتحق هذا الموسم بصفوف فريق الكوكب لإعطاء سند للخط الأمامي خصوصا أنهم من طينة الهدافين الجيدين. إذا حديوة غادي يقداف داف وسجل. إذا 4-3 لفائدة فريق الكوكب المراكشي. هذا وحدي وحسن هذه الإعادة. فزوج ديال المرات كاد الحارس التوتية يصد ضربة الجزاء لفريق الكوكب ولكن رغم ذلك الكرة كتخترق خط المرمى. إذا 4-3 لفائدة فريق الكوكب المراكشي. الآن جاء دور اللاعب أستاذ. أستاذ هو الآخر من العناصر النشيطة في صفوف الرجاء كيقداف كيسجل. التعادل 4-4. أستاذ قلت كتعتبر هو الآخر من العناصر اللي عنده فعالية كبيرة في الخط الأمامي ديال فريق الرجاء
هذا سعد الدين الحاج خاض مقابلة جيدة على مستوى الدفاع. سعد الدين الحاج تأهب باش يقذف بالفعل غادي ينطلق. انطلق سعد الدين ضيع ضيع سعد الدين الحاج كما سبق الإشارة لذلك. فالحارس سوتية عنده حس كبير في تتبع كل الكرات خصوصا انهم اختصاصيين في صد ضربات الجزاء. وتحركات جنبات المركب الرياضي المركب الشرفي بمدينة مكناس اللي كيتعاطف كثير مع الأداء الجيد لكل الفرق وبدون استثناء. آخر لاعب في الفرص على يقذف هو الحارس توتيا كيسجل كيسجل توتيا. إذن 5-4 هي النتيجة النهائية لصالح فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء اللي فاز بالدوري بعد فوزه على فريق الكوكب المراكشي بالضربات الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الوقت القانوني من المقابلة.